إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، لا زال حديثنا في موضوع تقليد الكفار واتباعهم في عاداتهم وتقاليدهم وشرائعهم، وقد قررنا بالأدلة القاطعة أن سلوك الصراط المستقيم يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم. نواصل في هذا الموضوع فنقول: من صور التشبه بالكفار المنهي عنها في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الاحتفال بأعياد المشركين، مشاركتهم في أعيادهم، تقليدهم في الأيام التي يعظمونها، إذ ذلك مما تتميز به شرائعهم وعاداتهم وتقاليدهم، ومما يجب على كل مسلم أن يخالفهم فيه. دل على ذلك كتاب الله وسنة الحبيب وإجماع هذه الأمة. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى في مدح عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الله تبارك وتعالى مدحهم بهذا الوصف وبهذه الصفة العظيمة: الذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون الزور. ما الزور يا ترى؟ الزور هو كل شيء قبيح زين وزخرف وحسن وأظهر في غير وجهه الصحيح، المموه والمزور والمحسن الذي أظهر في غير حقيقته، هذا هو الزور. فيدخل فيه الباطل، ويدخل فيه الشرك، ويدخل فيه الكذب، ويدخل فيه أعياد المشركين، لأنها كلها زور. والذين لا يشهدون الزور، فالمؤمن لا ينبغي أن يشهد الزور، أن يشهد الباطل، أن يحتفل بباطل، أن يشارك الكفار في الأيام التي يعظمونها.
لا ينبغي، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أما أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فهي كثيرة في الباب، نأخذ منها طرفا. من ذلك ما أخرجه الإمام أبو داود بإسناد صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة اسم مكان. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رجل نذر أن ينحر إبلا، يتقرب إلى الله بنحر الإبل، وهي من أعظم العبادات البدنية. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أنا نذرت أن أنحر إبلا في ذلك المكان بوانا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه، أي في ذلك المكان، هل كان فيها عيد من أعيادهم في الجاهلية؟ هل كانوا يجتمعون في الجاهلية في أعيادهم في ذلك المكان؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. واضح أنهم لو قالوا: نعم يا رسول الله، كان فيها عيد من أعيادهم في الجاهلية، لكان الجواب مخالفا، ولما رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان إقامة قربة في مكان عيد من أعياد الكفار، في مكان كانوا، مش الآن، كانوا يقيمون فيه أعيادهم، إذا كان نحر الإبل في ذلك المكان معصية من أجل ما كان في ذلك المكان من أعيادهم، فكيف بمن يوافقهم فكيف بمن يحتفل فكيف بمن يشارك في أعيادهم فكيف بمن يهنئهم بأعيادهم، فكيف بمن يفرح ويظهر الفرح والسرور في أعيادهم؟ لا شك أن في ذلك معصية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. نعم، معصية ومخالفة لأمر الله وشرعه تبارك وتعالى. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، أي لأهل المدينة في الجاهلية يوم عيد يلعبون فيهما. قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، يعني من أعيادنا في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. إن الله أبدلكم بهما، بهذين اليومين
اللذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية أبدلهم الله. أبدلهم بماذا؟ بعيدين إسلاميين شرعيين، نعم، يوم الأضحى ويوم الفطر. الإبدال في لغة العرب يعني ترك المبدل منه والاعتياط، الاكتفاء بالبدل. ولهذا لا يجمع بين البدل والمبدل منه في الغالب. أبدلكم بهما. ولهذا ترك الصحابة والأمة أعياد الجاهلية المبدلة التي غيرها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقولوا لا مانع من أن نجمع بين هذا وهذا، بين البدل والمبدل منه، لا مانع، إيش المشكلة؟ كما يقول الناس اليوم: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما. الأعياد لها ارتباط وثيق بالدين والعقيدة، بل هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: من أخص ما تتميز به الشرائع وأظهر شعائرها. فموافقة الكفار في أعيادهم يعني موافقتهم في خصيصة من خصائصهم، في صورة من صور أديانهم، في صورة من صور شرائعهم. وفي ذلك من الخطر ما فيه. من هذه الأدلة النبوية في تحريم الاحتفال بأعياد المشركين ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، حيث دخل أبو بكر على عائشة وعندها جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث وتضربان المزامير، فزجرهما أبو بكر وقال: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر دعهما، يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. لاحظ هنا، إن لكل قوم، اللام للاختصاص، إن لكل أمة عيدها التي تختص به، ونحن أهل الإسلام هذا عيدنا. إذن لكل أمة عيدها، لكل قوم عيدهم، وعيد المسلمين، أعياد المسلمين غير. إن لكل أمة عيد، لكل قوم عيد، وهذا عيدنا. من ذلك ما ورد عند أحمد وابن حبان والحاكم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سئل عنها الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الصيام فيها، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم السبت والأحد أكثر ما كان يصوم من الأيام، وكان يقول: إنهما عيد المشركين وأنا أحب أن أخالفهم فيها. السبت عيد اليهود، والأحد عيد النصارى، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالفهم في هذين اليومين فكان يكثر الصيام فيهما.
مخالفة لأهل الكتاب والحديث الصحيح، لخلافا لما أدى إليه اجتهاد الشيخ الألباني عليه رحمة الله في حكمه الأخير للحديث، حيث ضعفه. والصحيح والصواب أن الحديث ثابت، يعرف ذلك من درس الحديث وجمع طرقه وأسانيده، فالحديث صحيح. نعم، إنهما يوم عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم فيها، خالفهم فيهما. ينبغي للمسلم أن يكون له أسوة في نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بدلا من أن يتأسى بهؤلاء الكفار، بهؤلاء أهل الباطل، بهؤلاء المشركين من النصارى واليهود وغيرهم. ينبغي أن يعتز بدينه، ينبغي أن يعتز بعقيدته، ينبغي أن يعتز بأخلاقه وشرائع دينه، ينبغي أن يستقل، نعم، ويكون أو يحس بالشرف والعز والكرامة عندما يعمل بدينه. كيف تقتدي بهؤلاء؟ كيف تتأسى بهم؟ كيف تتشبه بهم؟ أحبتي في الله، هذا هو دين الله، هذا هو شرع الله، هذه هي شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الحق الحنيفية السمعة. فعلى المسلمين ألا يحتفلوا بأعياد المشركين. عيد الميلاد كريسمس ليست عيدا للمسلمين، عيد رأس السنة ليست عيدا للمسلمين، وإنما هي أعياد للنصارى والغريب، كل الغرابة أن عيد الميلاد هذه عيد الكريسماس هذه لا وجود لها في الأناجيل الأربعة، بشهادة البابا الحالي. نعم، لا وجود لعيد الميلاد كريسماس هذه في الأناجيل أصلا، كما أنه لا وجود للتثليث في الأناجيل أصلا، حتى المحرفة الموجودة اليوم عندهم لا وجود لعيد الميلاد فيها، فهي من بدع والتحريفات أهل الكتاب، علماء أهل الكتاب. فكيف نقتدي بهم حتى لو كانت موجودة في التوراة والإنجيل اليوم، حتى لو كانت من شرع موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام لما لوجب المخالفة، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خالفتهم في ذلك، فكيف ولا وجود لها في كتب الله السماوية كلها؟ كيف نتأسى بهؤلاء؟ ينبغي المخالفة، ينبغي الإنكار على كل من يحتفل بهذه الأعياد من المسلمين. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لا ريب أن الموافقة في هذا تنتهي إلى الكفر في الجملة. قد تقود بعض الناس هذه الموافقات والتشبهات والتقليد الأعمى، قد يقود بعض الناس إلى الوقوع في الكفر الأكبر والخروج من الملة. فحذاري وحذاري أحبتي في الله من التشبه بالكفراء في الجملة، وخاصة في أعيادهم، إذ يكون ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان. ويقول الحق تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويكون ذلك سببا في فتنتهم وتماديهم في الباطل، ويكون ذلك سببا في إضلال كثير من سفهاء المسلمين من النساء والولدان. كم فيه من المفاسد، كم فيه من المفاسد.
وكم يجتهد قادة الكفار بإدماج المسلمين في مجتمعاتهم. ألم تسمعوا قانون الاندماج الاجتماعي integration؟ نعم، ماذا يعني دمج الاندماج في المجتمع؟ يعني ذلك اترك دينك، أخلاقك، تقاليدك، وكن رجلا امرأة أوروبية في المعتقد، في السلوك، في الأخلاق، في كل شيء، اللهم إلا في اللون، اللهم إلا في اللون. اندمج مع المجتمع. لو قالوا كما قال أهل مكة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: خليك تعبد سنة آلهتنا ونعبد إلهك سنة، نتبادل نتقارب، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الغرب الآن مش المداهنة، مش المغاربة، مش المشاركة، مش نجتمع في وسط الطريق، لكن اترك دينك وأخلاقك، فإنها رجعية، إنها تأخر. وخذ عقائدنا، خذ أخلاقنا، كن منا. هذا هو مطلب الكفار، دولهم، هيئاتهم، رؤساؤهم، بما في ذلك تلك المنظمات التي يسمونها بالمنظمات الدولية. نعم، الأمم المتحدة، المنظمات الحقوقية، ما هي إلا منظمات تخدم الغرب وعقائده وأفكاره وأخلاقه، وليست منظمات بين الناس، ليست منظمات وسطية بين الأسود والأبيض والأحمر، بين المسلم والكافر، وليست منظمات عالمية، وإنما هي منظمات غربية. فاحذروا أحبتي في الله، يكفينا ديننا، تكفينا أخلاقنا، تكفينا شريعتنا، يكفينا ما عندنا من الأخلاق والقيم الفاضلة. لا حاجة بنا إلى قذارة هؤلاء وأخلاقهم وأديانهم ومعتقداتهم. نحن أمة، خير الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.